come and fuck my life up, baby, fuck my life up. طلبة الصف الأول الثانوي فارس شيك، أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات زيزو ماس. النهارده يا جماعة هنتكلم على أوبريشن أو فيكتورز، بس قبل ما نخش على الأوبريشن في لخبطة بتحصل في السؤال ده بالذات. Find the value of K in each of the following. خلي بالنا يا جماعة هنا الـ K جوه النورم، هنا الـ K بره النورم. طب لو جوه هنعمل إيه؟ الـ K لما تبقى جوه النورم معرفش قيمتها بوصف ولا نيجاتيف، عشان كده بنطلعها بره بالأبسليوت بتاعها. يبقى أنا كده 3 ابسليوت كي نورم ايه نورمال ايه ايكوال 15 تطلع بره برده 15 عاديه جدا نورم ايه اكنسل النورم مع النورم يبقى 3 ابسليوت كي ايكوال 15 يبقى ابسليوت الكي 15 ديفايد 3 يبقى 5 ابسليوت كي 5 يبقى الكي كان يا شباب بوزيتيف اور نيجاتيف 5 يبقى نخلي بالنا بقى لما تبقى الكي جوه النورم ليها قيمتين بوزيتيف اور نيجاتيف اما لما تبقى بره كده شوف هيحصل ايه 5k ابسليوت a طلع 25 بره بالبوزيتيف طبعا هنكنسل الايه مع الايه يبقى هنا 5k ايكوال 25 يبقى الكي بكام يا جماعه هنا ب 5 بس مفيش بوزيتيف اور نيجاتيف لكن لما تكون جوه يبقى تلاقي كام قيمه قيمتين بوزيتيف اور نيجاتيف نخش بقى على الاوبريشن اوف فيكتورز نتكلم على الاديشن اوكي معايا يا شباب كده دلوقتي على الاوبريشن اوف فيكتورز نتكلم اول حاجه على الاديشن ازاي نعمل ادينج تو فيكتورز سي ان انا عندي فيكتور اسمه اي بي اهو وفيكتور تاني اسمه بي سي بص كده الدايركشن بتاعنا اي تو بي وهنا بي تو سي يبقى هنا فيكتور اي بي وهنا الفيكتور بي سي يبقى انا عايز الفيكتور اي بي بلس الفيكتور بي سي الناس تركز معايا نهايه الفيكتور هنا بي بدايه الفيكتور هنا بي النهايه هنا بدايه هنا يبقى الصام يطلع مين يا شباب؟ يطلع اي سي يبقى هنا اي سي وما ننساش علامه مين الفيكتور فين بقى اي سي هنا؟ اهو يبقى البدايه هنا اوصلها بالنهايه هنا وادي الفيكتور ده الصم يبقى اي بي بلس بي سي الصم بتاعهم بمين اي سي اللي بيقفل في عكس الاتجاه ودي اسمها اللي هي قاعده مين الترينجل اوكي طيب خلي بالنا من الدايركشن اي بي بلس بي سي بيساوي اي سي ان جنرال ده لو حبينا نطبق لو انا عندي ترينجل اهو اسمه مثلا اي اف كي وقلت اي اف بلس اف كي نركز مع بعضينا النهايه هنا ده هنا يبقى الجواب يطلع مين؟ اي كي ماشي يا شباب ده قاعده مين؟ قاعده الاديشن طيب لو جينا للترينجل ده لو قلنا اي بي بلس بي سي قلنا بيساوي ايه؟ قلنا بيساوي اي سي الفيكتور اي سي طيب هندخل لجوه بعكس الاشاره يبقى قلنا اي بي بلس بي سي خش جوه يبقى ماينس اي سي ايكوال كام؟ زيرو فيكتور طيب لو انا عايز اغير الاشاره دي هعمل ايه؟ لو حبيت اغير دي خليها بلس هعكس الرقمين دول الحرفين دول يبقى اي بي الفيكتور اي بي بلس الفيكتور بي سي بلس بدل يبقى سي اي يساوي مين يا شباب؟ زيرو فيكتور بص كده يبقى اي بي بلس بي سي بلس سي اي ماشيين ورا بعض في اتجاه دوري واحد ادي اي وادي بي وادي سي يبقى اي بي بلس بي سي بلس سي اي بيلفوا ان سيم دايركشن يبقى اي 3 فيكتورز بيلفوا ورا بعض ان سيم دايركشن يبقى الصم بتاعهم بكام؟ بزيرو مش شرط 3 ممكن يبقوا 4 بص معايا كده اهو ادي A وادي B وادي C وادي D AB بلس BC بلس CD بلس DA رجعت بدأت من هنا ولفيت ورجعت لنفس النقطة هي the same point يبقى أنا كده الفيكتور AB بلس الفيكتور BC بلس الفيكتور CD بلس الفيكتور DA يساوي يا شباب ما حدش يقول زيرو زيرو فيكتور زيرو إيه؟ فيكتور example تاني
كمان يا جماعة تعالى نتكلم على قاعدة البلوجرام. سي احنا عندنا بلوجرام اهو اسمه ايه؟ بي سي دي. لو جيت طبقنا القاعدة وقلنا اي بي الفيكتور اي بي بلس الفيكتور بي سي، يا ترى الناتج يبقى ايه؟ النهاية هنا بداية هنا، يبقى الجواب فيكتور اي سي. ادي يا جماعه يبقى اي بي بلس بي سي الفيكتور اي سي اللي بيقفل في عكس الاتجاه. طيب اي بي عايز بقى اجيب ايكوافالنت للبي سي، عايز فيكتور ايكوافالنت للفيكتور بي سي. بي سي اهو ايكوافالنت يعني ايه؟ يعني عايز فيكتور ليه نفس الدايركشن ونفس الماجنتيود، سيم دايركشن اند سيم ماجنتيود. يبقى البي سي الايكوافالنت بتاعه مين؟ يبقى اي دي. يبقى ينفع اشيل البي سي احط مكانه ايه؟ احط مكانه اي دي، الفيكتور اي دي ايكوال مين؟ ايكوال اي سي. لو ركزنا شويه حرف الاي حرف الاي حرف الاي يبقى كلهم طالعين من نفس النقطه، يبقى اي بي بلس اي دي بيساوي اي سي، يبقى الفيكتور اي بي بلس الفيكتور اي دي بيساوي الفيكتور اي سي. نفس الكلام لو قلت الفيكتور بي سي بلس الفيكتور بي اي يساوي الفيكتور بي دي. لو بدأنا عند السي الفيكتور سي بي بلس الفيكتور سي دي ايكوال الفيكتور سي اي. نفس الكلام لو بدأت بالدي يبقى الفيكتور دي سي بلس الفيكتور دي اي ايكوال الفيكتور مين يا شباب؟ دي بي. طيب مش احنا قلنا قبل كده من خواص البلوجرام زمان ان التو دياجونال بايسكت ايتش اذر؟ تمام، ادي ام هنا ودول كلهم ايكوال. يعني الفيكتور اي سي ده قد ايه من الفيكتور اي ام؟ قد ايه كام مره؟ بص كده الاي ام ايكوال ام سي، يبقى الاي سي دوت قد الاي ام كام مره؟ مرتين. يبقى ينفع اشيل الاي سي واحط مكانه توايس اي ام؟ نشوف كده. يبقى فعلا الفيكتور اي بي بلس الفيكتور اي دي ايكوال توايس الفيكتور اي ام. طب ينفع اشيل توايس الاي ام واحط مكانه توايس الام سي؟ طبعا، لان الاي ام ايكوال ام سي، نفس الماجنتيود ونفس الدايركشن، يبقى 2 ام سي. تمام يا شباب كده؟ بالمثل اقدر اقيس بقى بنفس الكلام. كده اقدر اوصل لقاعده مهمه جدا. لو احنا يا شباب مسحنا الجزء ده كده اصبح تريانجل. اي ام دوت في التريانجل شغال ايه؟ بيشتغل ميديان عشان بايسكت البيز. يبقى انا عندي اي ام ميديان، يبقى اقدر كده اقول ان اي ام بلس اي دي يبقى توايس الميديان اي ام 2 اي ام اهي. نعملها بطريقه عامه جنرال، حط لها قاعده عامه بقى اهو. سي مثلا ادي الاي وادي البي وادي السي وادي اي دي از ميديان. ميديان يعني ايه؟ لاين سيجمنت بايسكت البيز. يبقى انا عندي اي دي ميديان، يبقى اقدر اقول ان الفيكتور اي بي بلس الفيكتور اي سي يساوي قد ايه؟ توايس الميديان. يبقى اي بي الفيكتور اي بي بلس الفيكتور اي سي ايكوال توايس الميديان اي دي. ماشي يا شباب؟ نخش على نقطة تانية. الناس خلي بالها من الريمارك دي مهمة جدا. قلنا يا جماعة قاعدة الميديان بيعمل ايه؟ معايا كده؟ ادي اي ودي بي ودي سي، قلنا الاي دي ميديان اهو. يبقى الميد يبقى الفيكتور اي بي بلس الفيكتور اي سي، لازم كلهم طالعين من نفس النقطة اهو. ادي اي بي بلس اي سي يساوي توايس الميديان، توايس الميديان اي دي. لو جينا يا جماعة خدنا نقطة هنا ولتكن اي في النص كده، يا ترى لو قلنا اي بي بلس اي سي اكتب بيساوي كام؟ نقط اي اي ها يا شباب يساوي كام؟ الاجابه 4. طب لو عكست خدت اي اي يبقى الاجابه نيجاتيف 4. شوف يا شباب كده، يبقى هنا ممكن اشيل الاي دي احط مكانها 4 اي اي او نيجاتيف 4 اي اي. مهمة جدا جدا. خش على حاجة تانية. 3 اكزامبل تاني يا شباب معايا، الفيكتور A ب 1 و 2 والفيكتور B 4 و 6، عايز نوع من الفيكتور A B. أنا عندي يا شباب النهاردة ملحوظة مهمة جدا، لما أحب أجيب الفيكتور A B يبقى الحرف التاني ماينس الأولاني يبقى B ماينس A.
لما نبدأ بالتاني ماينس مين الأولاني؟ ابدأ بالبي الأول يبقى 4 و6 ماينس الأي، الأي بكام؟ 1 و2 يعني بسبتراكت 4 ماينس 1 يبقى 3 6 ماينس 2 يبقى 4. أنا مش عايز أي بي، أنا عايز نورم الأي بي. نورم فاكر معايا كان حاضر معايا قبل كده ومركز، النورم أجيبه إزاي؟ سكوير روت أكبر ال 3 أكبر ال 4 تحت الروت يطلع كده يا شباب الإجابة 5. إكزامبل تاني 3. إكزامبل ده يا شباب بيقول لي سؤال A B C D is parallelogram in which the A 2 is 2 ال B بكذا 4 is 2 ال C 2 is 3 find coordinates of the point D. عايز أعرف ال D بكام عشان يبقى الشكل parallelogram. بس مناسبة كده توضيحية مش أكتر. ادي A وادي B وادي C وادي D. ال A عندي 2 نيف 2 ال B 4 و نيف 2 ال C B 2 و 3 وعايز اعرف ال D بكام. علشان اجيب ال D يا جماعة هشوف مين equivalent لل A D مثلا. يا ترى ال A D مين equivalent لل B C؟ يبقى هنا اقدر اقول ان ال vector A D equivalent لل vector BC. ليه؟ عشان same direction and the same magnitude. طيب من شويه انا قلت ريمارك مهمه جدا، لما احب اجيب الاي دي اجيبه ازاي؟ يبقى الحرف الثاني ماينس الاولاني. يبقى دايما النقطه اللي انا عايزها دايما خليها فين؟ في مكانها حرف ثاني. عشان بعد كده اقول ايه؟ اي دي عباره عن دي ماينس اي وبي سي عباره عن سي ماينس بي. نعوض او نرمي الاي بره. ادي الدي اهو الاول ارمي الاي دي بره يبقى سي ماينس بي دي نيجاتيف اي تطلع بره تبقى بوزيتيف اي. يلا يا شباب كده معايا نعوض بقى السي بكام عندي؟ السي ب 2 و 3 ماينس البي 4 و نيجاتيف 2 بلس الاي ب 2 و نيجاتيف 2. يبقى الفيكتور دي او النقطه دي تطلع 2 ماينس 2 ماينس 4 يبقى نيجاتيف 2 بلس 2 يبقى 0 3 ماينس ماينس 2 يبقى 5 5 ماينس 2 يبقى كام يا شباب؟ يبقى النقطة دي بكام؟ ب 0 3. كده انتهينا من حلقة النهاردة وإن شاء الله أقابلكم في حلقة جديدة إن شاء الله. وتنساش الناس دعمني ودوس على زر الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله.